مساء الخير يا زملاء. المفروض انا هتكلم عن الوثيقة، وثيقة حقوق المصريين، وهي وثيقة كبيرة بتشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجماهير الشعب المصري، بتتطرق الى الحقوق والحريات العامة والديمقراطية، وفي جانب منها بتتكلم عن الحق في التنظيم وغيره من الحقوق المرتبطة بهذا الحق. هحاول ألخص الوثيقة، لكن أنا حابب أتكلم في بداية، يعني في بداية الكلمة، إن إحنا نوجه تحية للحركة الطلابية المصرية اللي واقفة بكل قوة أمام جبروت هذه السلطة، وتتصدى إلى عودة الدكتاتورية مرة أخرى إلى جامعاتنا المصرية وإلى المدارس. هذه الوثيقة سنتوجه بها من خلال نضالنا في الشارع، ومن خلال العمل الدؤوب اللي هيقوم بيه شباب وأعضاء هذه الجبهة، جبهة طريق الثورة. جماهير اللي هنتوجه لها تحديدا هي جماهير الطبقة العاملة المصرية اللي بتناضل منذ عشرات السنين من أجل نيل العدالة الاجتماعية، وواقفة بكل قوة تطالب بهذه العدالة وبهذا الحق أمام السلطة الحالية وأمام كل سلطة كانت موجودة بتقف ضد العدالة الاجتماعية. هنتوجه بوثيقة حقوق المصريين إلى جماهير الحركة الطلابية المصرية في الجامعات. هنتوجه بهذه الوثيقة إلى جماهير الأقباط المصريين من خلال الدفاع عن حقوق الأقباط المرفوعة منذ عشرات السنوات في هذا البلد. هنتوجه بهذه الوثيقة إلى فقراء الفلاحين من جماهير الشعب المصري من خلال نضال أعضاء هذه الجبهة ومن سينضم إليها. أحاول ألخص هذه الوثيقة اللي سوف تتحول من خلال العمل إلى عدة حملات في الشارع في البنود الآتية: المصريون متساوون في الفرص والحقوق والحريات الأساسية، الحق في حياة كريمة ومعيشة الكريمة، وده بيتضمن الحق في مأكل وملبس ومسكن ملائم يضمن حياة كريمة للمواطنين المصريين. الوثيقة بتتضمن جزء خاص، طبعا مش هقول البنود بالتفصيل في هذه الوثيقة، لكن هشرح في عجالة النقط الواردة في هذه الوثيقة، واعتقد هيبقى في منها نسخ توزع على الزملاء الصحفيين. البند الثاني متعلق بالحق في الصحة والحصول على الدواء مجانا، الحق في رعاية المرأة والطفل ورفع مستوى معيشة العاملين في المجال الطبي بشكل عام. البند الثالث متعلق بالتعليم، والوثيقة بتتكلم عن الحصول على التعليم بشكل مجاني كامل، والمساواة ما بين المصريين في الحصول على فرص التعليم، وتحسين أوضاع العاملين والموظفين بقطاع التعليم في مصر حتى يستطيعوا أن هم يقدموا خدمة تعليمية مميزة للطلبة. الحق في العمل وفي تشغيل المتعطلين أو البطالة، والحق في المساواة في الأجر والحد الأدنى للأجر الذي يكفل الحياة الكريمة، مش مجرد أي حد أدنى للأجر، نطالب بحد أدنى يكفل الحياة والمعيشة الكريمة، وبنطالب بالمساواة في الأجر ما بين المرأة والرجل وما بين القطاعات المختلفة في العمل المتساوي. بنطالب بضمان اجتماعي شامل لكل المصريين وحقهم في الحصول على المعاش، الحق في وده متعلق بحرية الجسد، حق في الحرية وسلامة الجسد ضد كل ممارسات التعذيب اللي بتتم في أقسام الشرطة وفي السجون وفي أماكن الاحتجاز اللي بتسيطر عليها سواء كانت قوات الشرطة أو قوات الجيش، الحق في محاكمات عادلة أمام قاضي طبيعي، وبنرفض بشكل قاطع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وسنناضل من أجل خروج كل المحاكمين عسكريا، وسنقف بكل قوة ضد فكرة المحاكمات العسكرية وحظرها تماما في الدستور. توفير حق الدفاع لكل من يتم محاكمته أمام القاضي الطبيعي، وتوفير العلنية لهذه المحاكمات. كمان الجبهة تدافع في وثيقة حقوق المصريين عن الحرية الشخصية
وحظر التدخل في حياة المواطنين الخاصة أو التنصت على مراسلتهم أو حياتهم الخاصة من قبل الأجهزة الأمنية، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وبناء دور العبادة والمساواة في بناء دور العبادة ما بين المسلمين والأقباط وممارسة الشعائر بحرية كاملة، الحق في الحصول على الثقافة وحرية الفكر والرأي والإبداع أحد الحقوق الواردة في وثيقة حقوق المصريين. كمان بندافع عن حق المصريين في الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة المختلفة ومن مصالحها المختلفة، وبندافع بكل قوة عن حق المصريين الذي تم انتزاعه عبر النضال، تم تقديم مئات من الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين ومئات الآلاف من المعتقلين بالتوالي على مدار السلطات المختلفة، عن حق الاجتماع وحق التظاهر وحق الاعتصام وحق الإضراب. هذه الحقوق هي حقوق منتزعة من قبل الثورة المصرية، سندافع عنها وسنعمل بها من أجل تحقيق مطالب الثورة، ولن نتنازل عنها أبدا أيا كانت التهديدات وأيا كان القمع اللي بتمارسه أي سلطة. هذه الحقوق حقوق تم انتزاعها وتقدم قصادها دم من جماهير الشعب المصري ولا تنازل عنها أبدا. بندافع عن حق تكوين الأحزاب وتشكيل النقابات بحرية تامة دون تدخل من الدولة، وسواء والروابط الطلابية أيضا، وحق المشاركة السياسية. هذه تلخيص بسيط لوثيقة حقوق المصريين. هذه الوثيقة سنعمل على تفصيلها في شكل حملات في الشارع المصري، حملات نوعية سواء كانت بتتم داخل الجامعات أو مع الحركة العمالية أو في الأحياء الشعبية لتحقيق هذه المطالب. سنضغط أيضا من أجل أن يكون هناك دستور يتضمن الحد الأدنى من هذه الحقوق اللي من وجهة نظرنا يعبر عن أهداف ومطالب ثورة 25 يناير التي لم ولن نتراجع عن تحقيق أهدافها أيا كانت الضغوط وأيا كان القمع اللي بتمارسه السلطة. وشكراً.